اول حاجه السلام عليكم ورحمه الله. سي عبد الجليل، شكرا على الاستضافه. البلاغ ديال هيئه المنخرطين هو واحد الاشاره اللي بدا منا، هو هيئه المنخرط ديال نادي الرجاء الرياضي اخلفت المواعيد، واخلفت مواعيد كثيره وكثيره جدا، خصوصا هذا الموسم، هذا خصوصا ان هذا الموسم كان مليء بالاحداث وكان مليء بزاف ديال الامور اللي كتعلق بالنادي ديالنا. وكان احنا من وجهه النظر ديالنا ان هيئه المنخرط اخلفت الوعود وما كانش في الموعد، هذا من جهه. من جهه ثانيه البلاغ ديال هيئه المنخرطين حول تاجيل او حول عزم السيرفور الاسباني او العصبه الاحترافيه تاجيل الديربي، كما يعلم الجميع ان كان تصريح ديال رئيس العصبه الاحترافيه ان العصبه ما يمكنش ليها غتدخل في السيرفور الاسباني، وما يمكنش ليها انها غتوقف مثلا البرمجه اللي مقترح اللي دارها السيرفور الاسباني، هذا من جهه. من جهه ثانيه كما كيلاحظ المتتبع ديال الشأن الرياضي سواء الرجاوي او المغربي، الموسم الفارط فريق رجاء الرياضي اللي كان كيمثل المملكه المغربيه، وكان عندنا فينال مع شبيبه القبائل، كان عندنا فينال مع شبيبه القبائل في ماشي في المغرب، في دوله البنين. لعبنا نهار 3 في شهر 7 لعبنا الديربي مع الوداد الرياضي، وطلبوا المسؤولين ديال الرجاء الرياضي طبيعة الحال طلبوا من العصبه الاحترافيه ان تاجل لنا لقاء ديال حسنيه اكادير اللي كيتزامن في نفس الاسبوع ديال اللقاء ديال النهايه ديال الكاف، ولكن لا السيرفور الاسباني ولا العصبه الاحترافيه ولا الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم كانت عندها ديك الاذان الصاغيه واستجابت للطلب ديال الرجاء الرياضي. العام الفائت لعبنا نهار 3/7 مع الوداد الرياضي، ونهار 6/7 لعبنا مع حسنيه اكادير في مدينه في ملعب اضرار الكبير بمدينه اكادير، ونهار 10/7 لعبنا في كوتونو عاصمه البنين، لعبنا النهايه ديال كاس كاف اللي توج به فريق رجاء الرياضي. هنا من الرساله ديالنا هو انه واش الرجاء الرياضي او فريق ديال الرجاء الرياضي واش ماشي فريق مغربي؟ حنا من هذه المباراه هذا كنطالبوا بمبدا المساواه، وكنطالبوا بالتنافس الشريف. الا كنا هذا العام السيرفور الاسباني او العصبه الاحترافيه او حتى الجامعه او الناس مسؤولين كان عندهم النيه والعزم باش ياجلوا الديربي، لانهم اللي مقترحوا السيرفور الاسباني يوم 25 او 26 ماي، فين كانوا العام الفائت؟ احنا بغينا التبريرات اللي عطاو ذاك العام الرجاء الرياضي هي اللي عطاو لهذا العام الناس ديال الوداد الرياضي. هادشي اللي كاين، حنا كنطالبوا بمبدا المساواه وكنطالبوا بالمنافسه الشريفه. اولا مشكور الاخ عبد الجليل ومشكور سات تي في حتى هي على هذه المبادره هذه. البلاغ ديال المنخرطين كيف قال الاخ سعيد يعني جا متاخر، ويعني هاد المنخرطين هذه ما تحركوش شحال هذه باش يخرج بحال هذا البلاغ هذا في هذه الوقيته هذه اللي وصل السي الزوبة، يعني كيجي متاخر بزاف، لان كان يخرج بعدا على واد الزم، كيفاش اللي غادي يلعبوا مع واد الزم في خريفكا وغنلعبوا في هذه الدرجه ديال الحراره اللي كاينه دابا، ونلعبوا مع الربعه العشيه، الفريق الوحيد اللي غيلعب مع الربعه العشيه هذه البطوله كامله هو الرجاء، علاش؟ باش من المنطق وباش علاش ما كاينش الضو في خريفكا؟ ولا ريحه الرجاء غتنافس الوداد؟ خاصها يلعبوها في هذيك الحاله المزريه لهذاك، يعني الحراره اللي واصله لواحد درجة كبيرة ويجوا يلعبوك انت في هذاك، علاش؟ يعني هنا نقول للمنخرطين علاش ما تدخلتوش في هذه المسألة هذه؟ علاش الراجل تلعب مع الربعة في خريبكا مع واد الزم؟ والفرقين كلهم لاعبين بين 6 وبين 8 كلهم، منهم الوداد نيت ومنهم، يعني هذه وحدة. ثانيا باش غادي يهضروا دابا على التأجيل ديال الديربي، التأجيل ديال الديربي كيف قال السي سعيد حنا قبل منهم لعبنا الفينال وما اجلوش لينا حتى شي مقابله، وطلبناها ماشي ما طلبناهاش، طلبناها وقال لك لا السيرفور وداك الشيء المسائل خارجه من الديبار مصاوبين لي دات وهذه وهذه، يعني ما يمكنش لنا ناجلوها. ولعبنا كيف قلنا مع الوداد والملعب من وراها وسط السيمانه مع الحسنيه، وغادي نسافروا للبنين باش نلعبوا الفينال، والحمد لله جبناه، واخا كانت يعني واحد الخلل في التدريب، خلل في يعني بزاف د الحوايج وقعوا، ولكن الحمد لله جبناه. غير علاش ما يكونش تكافؤ الفرص، علاش يكون الكيل بمكيالين؟ علاش دابا يتاجل الديربي وديك الخطره ما تاجلش الرجاء مقابله الحسنيه؟
يعني هنا كيبان لك الحيف وكيبان لك ازدواجيه المهام كيفاش خدامه وكيبان لك الناس كيفاش كيخدموا عن بعد وكيفاش هاد السيرفور سبحان الله العظيم مع الرجاء ما كيخدمش ومع الوداد كيخدم لان هي دابا فاس عندها مقابله شهر وهي مريحه وملي قربت المقابله اللي غتلعب مع الوداد بروغراموا ليها الماتش ديال الشباب المحمديه يلعبوه نهار الاحد والسيمانه غيلعبوا مع الوداد لانهم ما عندهمش حتى التنافس يعني لا مونك دو كومبيتيسيون عندهم فهاد الشهر اللي كانوا مريحين علاش غيلعبوهم حتى الاحد هاد الايامات كلها علاش ما يلعبوش مع الشباب المحمديه وما لعباش البطوله علاش وخلاو لهم حتى لهاد المقابله هادي حتى اللي غيلعبوا مع الوداد يعني وخلى لهم شحال هما مريحين ويلعبوا الماتش ديال هادوك مع شباب محمديه اللي حتى هي يعني غدير الكل في الكل لان الرئيس ديالهم راه كشتي قال لك الا الحاجه غتمشي عند الوداد راه مشات في خلا سكو في غيلعبوا بحال هما اللي لاعبين مع بحال هما اللي لاعبين على البطوله وغادي يعطوهم الوداد منهكين مع مونك دو كومبيتيسيون باش الوداد تلعب على خاطرها ودير اللي بغات يعني هنا كنقول للمنخرطين تعطلتوا بزاف باش تقولوا لنا هذه المساله ديال البلاغ وهذه البلاغات كانت تخرج بكري لان كل شيء كان كيشوف بان الناس يعني هاد الرجاء كتحارب بواحد الطريقه حتى هي المنافس الوحيد ديال الوداد باش تكونوا فاهمين هي المنافس الوحيد اللي كاين في الوداد راه لولا ديك البرمجه ولولا التحكيم ولولا هاد العصا اللي كاينه في الرويضه كنا نكونوا هربانين عليهم شحال بلا ما نبقاو نهضروا بزاف وحاجه وحده يعني كنظن يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وان شاء الله غنديروا اللي في جهدنا باش نديو هذه البطوله ان شاء الله الرحمن الرحيم والكمال الله ومشكورين للاخوان ديال سات تي في وكنبغي نقول لكم تحيه كبيره لكم بزاف لانكم كتوصلوا الحق وكتوصلوا الصوت ديال الرجاويين الاحرار السلام عليكم. السلام عليكم. اولا شكرا لسات تي في على هذه البديره. اولا هذا البلاغ ديال المنخرطين يعني جاء متاخر بزاف لان ماشي الوقت ديالو هذا كان ملي كانت الرجاء كتاكل العصا في بدايه الموسم كان يكون بلاغ سواء في اللقاءات اللي تعرضنا فيها في ظلم تحكيمي سواء في على الصعيد الوطني ولا الصعيد الافريقي. اما من ناحيه البلاغ انا كيجيني مجرد در الرماد على العيون ما بقاش دابا لا يسمن ولا يغني من الجوع يعني كنظن بغاو يراونقوا ديك الصوره ديالهم امام الجمهور وصافي ما بقاش ثقه في مؤسسات المنخرط في الرجاء هذه زعما لا نقاش فيها. اما بالنسبه لتاجيل الديربي انا خويا بغيت نعرف العام اللي فات فاش الرجاء لعبات في الجيري في الماتش ديال كاس العرب وكانوا كيطالبوا باش جيت تلعب مع الجديده وترجع تلعب مع في الجزائر ثاني مع شبيبه القبيل يعني علاش بالضبط الرجاء كيطرى لهذا الشيء والوداد ديما كما كنقولوا مهدي لها الطريق علاش حيت الناصيري القجع والله الرجاء ما عنده اللي يحميها غير الاشاره باش نوصل واحد الميساج للمسؤولين ديال كره القدم في المغرب الرجاء عندها جمهورها ما غنتسناوش شي واحد لا من المكتب ديال الرجاء ولا ماشي مع عضو جامعي ولا شي ولا رئيس الجامعه ولا العصبه نتسناو ديرنا شي حاجه حنا ان شاء الله اللي غنديروا التغيير للرجاء